وهكذا أيضا مما نتوصى به وهي الوصية الرابعة أن نكون حريصين على الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته. فإذا استقمت كما أمرت فانتظر من الله الفوز. الاستقامة كما أمرنا باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بالاتباع لا بالابتداع، بتقديم الكتاب والسنة على كل شيء، اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتعلم دينك، تعلم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والزمها، وسل الله الثبات عليها حتى يأتيك الموت وأنت على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتباع لمنهج رسول الله، لا تبغي به حولا ولا تبغي عنه حولا، لا تبغي عنه طريقا أخرى، لازم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير الهادي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. احمد الله أيها المسلم أن وفقك الله لطريقة أهل السنة والجماعة الذين يقدمون نصوص الكتاب والسنة على الأهواء والآراء، يقدمون نصوص الكتاب والسنة على ما تشتهيه النفوس، يقدمون نصوص الكتاب والسنة على الآراء السياسية وعلى الأذواق الصوفية، يقدمون نصوص الكتاب والسنة على العادات والتقاليد. قدموا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، فاحمد الله أن جعلك منهم وأن جعلك من جلسائهم وأن جعلك في حلقاتهم، فهذا من فضل الله عليك، فاثبت على ذلك. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، لازم هذه الطريق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فما هو العلاج؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلازموا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، والزم سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فلازم هذه الطريق، واحمد الله، احمد الله أيها المسلم أن وفقك الله لها، فلازمها واحمد الله جل وعلا أن جعلك من أهلها، لا تبغي عنها عن يمينا ولا شمالا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأيها المسلمون إلزموا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشد ما تستطيعون، حققوا الاتباع بإحسان لتكونوا ممن نالهم الأجر الذين قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فعلينا أن نحرص على ذلك.